خطواته أن أحمد عبد الماهر لن يسجن يوما واحدا. أين الإشكال؟ هو الجانب التشريعي والجانب القانوني، الجانب القانوني والجانب التشريعي المتعلق بتأطير المجتمع، المتعلق بتأطير العلاقات الحقوقية بين أفراد المجتمع. بناء على حرب ما بينها وبين دولة معاشية، إنما أستغرق الأسير أو أسبي الأسيرة، هذا يخالف أصلا نص الشرع الإسلامية. ليه يا جماعة؟ لأن الله شرط السنين ومئات السنين تجمع في الجبال هؤلاء الصعاليك حتى تحولوا من مجرد مطاليق وصعاليك إلى قبائل كاملة تسكن آراء المذاهب الأنفراد. وزودت كمان وكان عندي قوانين مبدئيا الكهرباء اتكلمت وحتى كان عندي قوانين ما تجيش في نفس الخط. كالعاده احنا مع اثنين من كبار العقلاء او من كبار العقول مع الدكتور على هذا الدين بينش ومع هيئه معينه نشر عليها ويفسر بهذه الهيئه ما اعنيه انا بكلمه التصوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بجميع الإخوة والأحباب والأصدقاء. لما انتهى الغرب من إسقاط الاتحاد السوفيتي القديم، أعلن الغرب كده صراحة وبكل بجاحة أنه الإسلام هو العدو البديل عن الشيوعية. تعالوا نقرأ كده كلمتين في المقدمة هيبينوا لكم اللي جاي ده كله إن شاء الله. بيقول يا جماعة أن الإسلام دائما قادر على إنتاج أفكار جديدة تتسم كلها غالبا بالراديكالية والثورية والتطرف والانغلاق، إلا أن التحدي الحقيقي أن المسلمين المتطرفين مع قلة عددهم قليلين جدا في العالم الإسلامي، إلا أنهم ناجحين جدا في تصدير أفكارهم إلى الشعوب بل واختراق المجتمع الغربي بهذه الأفكار المتطرفة. الدراسة بتقول من الملاحظ لما رصدنا هذه الحالات تبين لنا أن سر قوة هؤلاء بالرغم من ضعف عددهم قلة أعدادهم، سر قوة هؤلاء سببين. السبب الأول هو انتظامهم داخل تنظيمات توحد هذه الجهود وتوجهها ناحية مشروع. السبب الثاني هو التمويل السخي لهذه التنظيمات المتطرفة الإرهابية، وضربوا مثل على هذه التنظيمات الإرهابية المتطرفة بالوهابيين. تخيل الوهابيين في عرفنا احنا بنسميهم السلفيين أو النسخة السلفية السعودية من السلفية المعاصرة. يعني حتى مجرد إنك تحمل الفكر السلفي أنت أصبحت عند هذه الدراسة متطرف وإرهابي. ده يعني إيه؟ ده يعني إيه بقى عند الدراسة؟ ده يعني إن إحنا واجب أخلاقي علينا كأمريكان إن إحنا ننتقي مجموعة من الإسلاميين المعتدلين ونعيد تنظيمهم داخل تنظيمات ونمول هذه التنظيمات. بيقول إيه بقى؟ يتفوق الأصوليون على الليبراليين والمعتدلين بميزتين هامتين. الأولى هي المال. المال عندنا أصحاب خير كتير جدا بينفقوا على الدعاة، الأموال دي بتساعد في نشر هذه الأفكار. المال فقد كان للتمويل السعودي، لاحظ الدراسة سمت حتى هذا التمويل السعودي، فقد كان للتمويل السعودي المستخدم في تصدير النسخة الوهابية من الإسلام أعظم الأثر خلال العقود الثلاثة الماضية في دعم ونمو التطرف الديني في العالم الإسلامي. التطرف الديني في العالم الإسلامي بغض النظر عن كونه مقصودا أم لا. أما الميزة الثانية للإرهابيين الأصوليين المتطرفين فهي التنظيم، إذ طورت الجماعات الأصولية على مر السنين شبكات واسعة مغروسة، وبناء عليه لابد علينا احنا في اول استنتاجات هذه الدراسة لابد ان يكون المسلمون المعتدلون اللي احنا عندنا في القناة هنا بنسميهم التنورجية والعلمانجية، هم دول الاسلاميين المعتدلين. وبناء عليه لابد اولا في هذه الدراسة نصف اولا كيف تم انشاء تلك الشبكات في الحرب الباردة. احنا عملنا شبكات عصابات تنظيمات سرية وعلنية داخل المجتمعات الشيوعية لمقاومة المد الشيوعي ولغرس القيم الليبرالية الديمقراطية الغربية لتمثل اتجاه مضاد للشيوعية في المجتمعات الشيوعية. نفس التجربة دي عايزين نعملها في المجتمعات الإسلامية اليوم. يعني نعمل ايه عام؟ يعني نعيد انشاء تنظيمات تابعة لنا احنا اللي ننظمها ونمولها لمواجهة
المادي الإسلامي. في هذه الدراسة نصف أولا كيف تم إنشاء تلك الشبكات أثناء الحرب الباردة، كيف حددت الولايات المتحدة شركائها ودعمتهم، وكيف سعت لتجنب الأضرار بهم، كيف سعت لتجنب الإضرار بهم. يعني اوعى تتخيل إن لما بيتم اختيار شخصية باعتبارها مسلمة أو إسلامية معتدلة تصلح للمشروع، إنه يروحوا يقعدوا معها على الهوى ويعرضوا عليها إنها تمضي معهم عقد احتراف ويطلعوا بها على الهوى ويقولوا بركنا جماعة نجحنا في تجنيد أحمد عبد ماهر أو نجحنا في تجنيد سامح عيد. لا يا جماعة الكلام مش كده، ده من أهم أركان هذا المشروع كيف نحافظ على هؤلاء هذه الشخصيات ألا نضر بيها، وبالتالي بيسمحوا لبعض الشخصيات زي ما تشوفوا في التقرير بيسمحوا لها أحيانا أن تتهجم عمدا على الإدارة الأمريكية أو على المشروع أو حتى على القيم الأمريكية. ثم نحلل ثانيا أوجه الشبه والخلاف بين بيئة الحرب الباردة والصراع الحالي مع الاتجاه الإسلامي المتطرف، وكيف تؤثر هذه التشابهات والاختلافات على جهود إنشاء شبكات الاتصال الآن. ثم ثالثا نفحص الاستراتيجيات والبرامج الأمريكية الحالية والخاصة في التعامل مع العالم الإسلامي. يعني أمريكا تملك استراتيجيات للتعامل مع العالم الإسلامي؟ مين اللي بيقول كده؟ الأمريكان. يعني أمريكا بركزة مع العالم الإسلامي؟ حتى خطة لاحتواء العالم الإسلامي؟ يعني متآمرة على العالم الإسلامي؟ لا 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 لا، مش متآمرة. اوعى حد يسمي دي مؤامرة، دي مش مؤامرة يا جماعة. الأمريكان جمعية خيرية، ولأن الأمريكان جمعية خيرية عايزين يعتقونا من التخلف، عاوزين ياخدوا بإيدينا ويطلعونا الفضاء. الأمريكان وأوروبا ملائكة بيضاء بأجنحة، ملائكة الرحمة. الأمريكان والأوروبيين أنبياء وصالحين ومتصوفة، ولأنهم أهل خير بيتصدقوا علينا وعايزين يساعدونا نبقى أقوى منهم وأعلم منهم وأفضل منهم. ما احنا دقينا عصافير يا عم زين. وأخيرا نستأنس بجهود الحرب الباردة، هنستفيد من تجربتنا في الحرب الباردة مع الشيوعية علشان نطبقها على حربنا مع الإسلام، وبعمل مؤسسة راند فيما يخص الاتجاهات الأيديولوجية في العالم الإسلامي سوف نرسم خارطة الطريق لبناء مجموعة من التنظيمات والشبكات والمؤسسات الإسلامية المعتدلة. هيعملوا ايه يا اولاد؟ هيبنوا شبكات من التنظيمات والمؤسسات الإسلامية المعتدلة. تاني كده هيعمل ايه يا عم ألفا؟ الأمريكان هيبنوا تنظيمات ومؤسسات إسلامية معتدلة. فين؟ في بلادنا. ليه؟ عشان ينشروا الاعتدال اللي هو ايه؟ اللي هو الإلحاد. وفاء سلطان أدونيس، شفت اللي انا قلته دلوقتي حالا؟ ادخل كده على جوجل ودور كده على مؤتمر عامله محمد ابن سلمان السعودية، داعي فيه مين علشان يخاطر الشباب السعودي؟ أدونيس. مين أدونيس؟ أكاديمي وروائي ومفكر سوري فرنسي ملحد. ده اللي محمد ابن سلمان حبس علماء المسلمين في السجون وجاب ده علشان يكلم شباب المسلمين. يبقى هينشر الإسلام المعتدل. إسلام مين المعتدل؟ إسلام أدونيس. هو أدونيس مسلم يا أولاد؟ يبقى الأمريكان بيعلنوها هو يا جماعة، بيقولوا الأمريكان بيعلنوها وإحنا بنستعبط وبنستهبل. الأمريكان بيقولوا إحنا هنعمل منظمات ومؤسسات إسلامية معتدلة وفق معاييرنا إحنا عندكم أنتم، وهندفع لها فلوس ونمولها عشان تنفذ مشروعنا في بلادكم. طب ده نسميه إيه؟ بيقولوا كده في مقارنة سريعة، عندنا أوجه شبه ما بين الحرب الباردة وحربنا مع الإسلام. إيه أوجه الشبه؟ تعالى، أولا هناك ثلاث أوجه شبه ما بين هذين الحربين، الحرب اللي خضناها مع الشيوعيين في الحرب الباردة والحرب اللي بنخوضها دلوقتي مع الإسلاميين. أولا واجهت الولايات المتحدة في أواخر الأربعينيات كما تواجه اليوم بيئة جيوسياسية جديدة ومضطربة تطوي تهديدات أمنية جديدة. في بداية الحرب الباردة كانت هناك حركة شيوعية عالمية يقودها الاتحاد السوفيتي مسلح نوويا، واليوم هناك حركة جهادية عالمية توجه ضرباتها
ضد الغرب في عمليات إرهابية ضحاياها بالجملة. طيب يعني انتوا هتعملوا هتستهدفوا الجماعات الإسلامية المسلحة اللي بتعمل عمليات داخل أوروبا؟ طب الجماعات الإسلامية اللي لا بتعمل عمليات ولا بتطرق دم ولا بتمسك سلاح ولا بتعمل أي حاجة، دي بتدعو فقط لشعائر الإسلام وأحكامه. يعني إسلاميين عندكم في فرنسا بيدعوا الحجاب، يدعو المسلمات للالتزام بالحجاب، ألاقي حرب من الدولة الفرنسية، ألاقي حرب من الدولة الفرنسية على الحجاب. اتفرج كده على وزير الداخلية الفرنسي بيقول ايه، بيقول ايه وزير الخارجية الداخلية الفرنسي. وزير الداخلية الفرنسي كان في امريكا الاسبوع اللي فات، بيقول ايه عمنا جيرالد دارماناه، بيقول اتينا لامريكا لنذكرهم انه بالنسبة للاوروبيين وفرنسا بالذات الخطر الاول هو الارهاب الاسلامي. طب ايه تعريف الارهاب؟ الخطر الاول هو الارهاب الاسلامي. المحجبة عندهم ارهابية، الملتزم بالصلاة عندهم إرهابي، اللي يدعو إلى الإسلام عندهم إرهابي، البنت المسلمة اللي بتلبس البوركيني اللي هو المايو الإسلامي مع تحفظي البوركيني عشان تنزل بيه حمام السباحة أو البحر إرهابية، والدولة الفرنسية بأجهزتها بتحاربها. تخيلوا المسلمات هناك، المسلمات هناك اللي بيحافظوا على العادات الإسلامية في العلاقات الجنسية إرهابيات ومتطرفات، والدولة الفرنسية بتحاربهم. فأتينا إلى أمريكا لنذكرهم بأن الخطر الأول هو الإرهاب الإسلامي. لو جيت تدور على معنى كلمة الإرهاب، نسيبنا بقى من الدراسة، لو جيت تدور على كلمة الإرهاب، إيه تعريف كلمة الإرهاب في القانون الدولي أو في القوانين الوطنية؟ ملوش تعريف. كلمة الإرهاب كلمة لا معنى لها في القانون، وبالتالي الإرهابي هو من يضفي عليه اللي مش عاجبه وصف الإرهابي. بمعنى أنا مثلا في دولة هونولولو، أي دولة، وأنا عم رئيس الدولة أو أنا المجلس التشريعي وعندي طيار سياسي مش عاجبني مش حلو، أو بمعنى أصح وجوده في اللعبة بتاعتنا دي فضحنا وعمل لنا أزمة، أقوم أستصدر تشريع من المجلس باعتباره طيار إرهابي، أو أستصدر حكم قضائي باعتباره طيار إرهابي، وبناء عليه أنزل أجزر كل هؤلاء الإرهابيين. السؤال هل هم إرهابيين؟ يقول لك آه، القانون عندنا بيقول إن هم إرهابيين ولا بد من احترام القانون. طيب الفرنسيين مصنفين ناس بان هم ارهابيين اسلاميين، ما معيار الارهاب عندك يا جيرالد درماناه؟ ما فيش، ما تعرفش. وبالتالي فرنسا ترى كل من هو متمسك بدينه ارهابي هو الارهاب الاسلامي، والتعاون لمكافحه الارهاب بين اجهزه الاستخبارات هو ضروري للغايه. ثانيا في اوجه الشبه والاختلاف، وثانيا فاننا نشهد كما في الأربعينيات إنشاء بيروقراطيات حكومية أمريكية كبيرة لمواجهة هذه التهديدات. وأخيرا وهذا هو الأهم، كان هناك في السنوات الأولى للحرب الباردة إقرار واسع بأن الولايات المتحدة وحلفائها مشغولين بصراع أيديولوجي، وقد أدرك صناع السياسة أن هذا الصراع سيدور عبر قنوات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية ونفسية. شفتوا يا جماعة، هذا الصراع سيدور حرب، صراع يا جماعة، صراع ايه؟ انا بتكلم عن ايه؟ انا بتكلم عن صراع الامريكان مع الشيوعية ولا بتكلم عن صراعهم مع الاسلام؟ ده انا بتكلم هنا عن صراعهم مع الاسلام. سيدور هذا الصراع عبر قنوات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية ونفسية. يبقى انا سأدير حرب، حرب دبلوماسية، حرب اقتصادية، حرب عسكرية، حرب نفسية ضد الاسلام كما فعلت ذلك قديما مع الشيوعية. يبقى نفهم في الإطار ده، الحرب العسكرية على العراق كان حش دبح. في سوريا هي قدام عينينا يا جماعة، فرنسا وبريطانيا وأمريكا وروسيا هناك بيطحنوا الشعب السوري، الصهاينة بيطحنوا الشعب الفلسطيني دلوقتي قاعدين يا الكلام ده في إطار ايه؟ الكلام ده يا جماعة معلن، الكلام ده معلن، احنا لنا نقرأ
حرب عسكرية، حرب اقتصادية، حرب نفسية، حرب دبلوماسية، هنحارب الإسلام والمسلمين والإسلاميين على كل الجبهات. هم قالوا كده، اهو يا جماعة في المقدمة والله. بس اوعى تقول لي في نظرية مؤامرة. دراسة عملت كده جدول بتحاول تقارن فيه ما بين ظروف الحرب الباردة وظروف الحرب على الإسلام. والله كده اهو ظروف الحرب الباردة وظروف الحرب على الإسلام. فبقول الحرب الباردة اهو، حرب الباردة، وهنا اهو، هنا اهو في هنا اهو اهو الحرب في الشرق الأوسط. على بقى أوجه المقارنة، دور المجتمع المدني في الحرب الباردة كان قويا تاريخيا. هنقول دلوقتي يعني ايه حرب مجتمع مدني. اما في الشرق الأوسط فهو تاريخيا ليس قوي ولكنه آخذ في التطور. بصوا يا جماعة، في نظرية الدولة الحديثة في بناء هرمي للدولة، هتجد في القاعدة الشعب بأفراده، ثم تجد في القمة النظام اللي هو مؤسسات الدولة الحاكمة اللي هي السلطة التنفيذية والتشريعية والسلطة القضائية، ومعهم الأجهزة الأمنية الكبرى اللي هو المخابرات والحاجات الكبيرة اللي فوق دي في راس الهرم، وفي القاعدة موجود الشعب، وما بين الشعب وما بين القمة اللي هو النظام في مجتمع وسيط كده بيسموه المجتمع المدني. ايه المجتمع المدني ده؟ المجتمع المدني ده مجموعة من الجمعيات والأحزاب والتنظيمات والروابط، ومجموعة من القيم والمسل اللي بتحكم المجتمع ده، بتمثل مجتمع وسيط ما بين عوام الشعب وما بين السلطة. فأحد الشعب اللي عايز يصل للسلطة لابد أن يصل إليها من خلال هذه المؤسسات المدنية، ممثلة في الأحزاب والجمعيات والروابط والمؤسسات الاجتماعية، يعمل من خلال هذه الأحزاب ليتدرب وليتهيئ ليصل إلى قمة الهرم في السلطة. طيب اللي قضى فترة في السلطة واكتسب خبرة مع العمر وقادر انه يستمر في خدمة المجتمع بعد ان انتهت مدة ولايته في قمة الهرم، يستطيع ان يعود الى المجتمع الوسيط اللي هو المؤسسات الوسيطة، الاحزاب والجمعيات والتنظيمات والمؤسسات الشعبية، ليضع فيها خبرته اللي اكتسبها من خلال وجوده في قمة الدولة او في قمة السلطة. المجتمع الوسيط ده عبارة عن يسموه المجتمع المدني. هو ايه عام؟ يعني الاحزاب، يعني الجمعيات، يعني الروابط، يعني المؤسسات، يعني الاتحادات الطلابية، يعني النقابات المهنية، كل هذه التنظيمات الشعبية اللي بتجمع فئات الشعب ومصالحه لتحافظ عليها. هذه التنظيمات تستطيع بعض الدول اختراقها وتوجيهها في اتجاه مشاريعها. فبيقولوا ايه؟ لابد ان نرصد المجتمع المدني. المجتمع المدني كان في الدول الاوروبية الشيوعية اللي هي دول اوروبا الشرقية، والدول الاوروبية الغربية اللي كان فيها احزاب شيوعية قوية كان في مجتمع مدني نستطيع ان احنا نخترقه، او نعيد تشكيل جمعيات واحزاب وروابط وتنظيمات ومؤسسات في المجتمع المدني الاوروبي الغربي تتبنى مشروعنا. اما في الشرق الاوسط مفيش حاجة يا جماعة اسمها مجتمع مدني. هو احنا عندنا في الشرق الاوسط مجتمع مدني؟ فهو بيقول خدوا بالكم ان المجتمع المدني في دول الشرق الاوسط يكاد يكون مش موجود، بس هو اخذ في النمو. انا عايزك ترجع بالذاكرة بتاعتك قبل الربيع العربي، ستجد ان كتير جدا من الشباب بتاعنا كان بيذهب الى دورات تدريبية في ايطاليا، في رومانيا، في فرنسا، في امريكا، في كندا، يروح يحضر دورات تدريبية هناك ويجي ينشئ عندنا هنا التنظيمات الشبابية والطلابية والحركات السياسية إلى آخره. مش عيب، بس الإشكال اللي بياخد الشباب المصري يدربه هناك ويصرف عليه ملايين زي ما شوفوا دلوقتي، وزي ما التقرير قال احنا لازم نصرف على الناس دي، نصرف عليهم ملايين ثم نعيدهم إلى الدول العربية. عشان إيه؟ يعني الجمعية الخيرية اللي اسمها أمريكا دي اللي بتستقدم الشباب المصري والعربي وتصرف عليه أموال دافع الضرائب الأمريكي، بتدفع الكلام ده علشان إيه يا جماعة؟ علشان يوزعوا صابون وفراخ في دول العالم العربي؟
ولا علشان ينفذوا أجندة أمريكية بحيث إن الأموال اللي بتنفق عليهم تبقى استثمار حقيقي له عائد يستفيد منها دافع الضرائب الأمريكي؟ المهم لابد من اختراق المجتمع المدني في عنصر كده بيتكلم في العداوة بين الولايات المتحدة والحكومة المستهدفة أو المجتمع المستهدف، يعني حالة العداء في الحرب الباردة وحالة العداء في الحرب الموجودة في الشرق الأوسط. بيقول في الحرب الباردة كان في عداوة معلنة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والمجتمعات الغربية عامة، إنما في الشرق الأوسط ينظر إلى ترويج الولايات المتحدة للديمقراطية وبناء شبكات الاعتدال، يعني بناء تنظيمات الإسلاميين المعتدلين الموالين لأمريكا، ينظر إلى هذه الشبكات بواسطة شركائها في أمور الأمن من أصحاب السلطة بمنطقة الشرق الأوسط باعتبارها تهديدا للاستقرار. يعني بيقولوا إن التنظيمات اللي بينشئها الأجهزة الأمريكية في الداخل المصري مثلا، التنظيمات اللي بينشئها الأمريكان دي بتعاني من عداء فئتين. أول هاتين الفئتين هي السلطة، لأن السلطة بطرف التنظيمات اللي أنشأها الأمريكان والإنجليز والفرنسيين وغيرهم في الداخل المصري، بطرف هذه التنظيمات إضرار بالأمن القومي للبلد، وفي خطورة منها على النظام السياسي اللي موجود. مش كده وبس، ده لما بينكشف أمرها عند الشباب اللي موجود في البلد بتلاقى بشيء من العداء والصد، لأن بتتهم مباشرة بالعمالة للأمريكان. في الحرب الباردة اعتبرت الولايات المتحدة في أوروبا الغربية قوة تحرير، يعني كان الغرب كان يرى أمريكا قوة تحرير من الشيوعية، بينما لا ينظر للولايات المتحدة على أنها قوة تحرير في الشرق الأوسط، بل بالعكس ينظر إليها باعتبارها قوة احتلال. دي من أهم الفروق ما بين الحربين، الحرب الباردة والحرب على الإسلاميين أو الإسلام في الشرق الأوسط. بالنسبة للروابط الثقافية والتاريخية قوية جدا في الحرب الباردة، بمعنى إن كان في حرب باردة ما بين كتلة رأسمالية وكتلة اشتراكية، ما بين كتلة ليبرالية وكتلة شيوعية، ما بين كتلة ديمقراطية وكتلة شمولية، بس كان ما بين الكتلتين دول وحدة ثقافية، الجميع أبناء ثقافة واحدة، الجميع يعني الكتلتين الشيوعية والرأسمالية الاثنين كانوا أبناء ثقافة واحدة يربطهم تاريخ واحد وربما لغة واحدة وربما دين واحد كمان. بينما الروابط الثقافية والتاريخية ما بين الأمريكان وما بين منطقة الشرق الأوسط تكاد تكون ضعيفة تماما، ولذلك كان زرع الأمريكان وقبلهم بريطانيا للكيان الصهيوني في المنطقة كان مشروع استراتيجي جيد جدا وخطير جدا ومهم جدا، لأنه يمثل رأس الكوبري لمشاريعهم في المنطقة. أيديولوجية الخصم كانت علمانية، يعني الشيوعيين أي نعم بيعارضوا رأس ماليتنا، الشيوعيين بيعارضوا ليبراليتنا، إلا أنهم علمانيين زينا بالضبط، بمعنى أن الدين ليس له دور عند الشيوعيين، بالعكس الشيوعية تنشر الإلحاد، فالدين لا يلعب أي دور في المعركة. وأيضا المجتمع الليبرالي الديمقراطي الرأسمالي الغربي كان مجتمع علماني، فلا يلعب الدين في أي دور في الصراع الأيديولوجي أو السياسي، وبالتالي ده كان من أهم مميزات الحرب الباردة. بينما الحرب اللي موجودة دلوقتي ما بين الأمريكان وما بين منطقة الشرق الأوسط ذات أساس ديني، ودي من أهم العناصر اللي هتأثر في الخطة اللي هما يتكلموا فيها دلوقتي. طبيعة الشبكات المعارضة، إيه الشبكات التنظيمات المعارضة للأمريكان؟ كانت الشبكات المعارضة للأمريكان في المجتمعات الشيوعية محكومة مركزيا باعتبار أن هي معظمها أحزاب شيوعية، والأحزاب الشيوعية كان بيحكمها دائما اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، بينما في العالم الإسلامي لا توجد أصلا شبكات معارضة لنا قوية، ولذلك فضفاضة، بمعنى إحنا بنحارب تنظيمات وشبكات وأفراد وهمية عشوائية فوضوية، ما فيش راس لما ضربه يؤثر على الأطراف، لا احنا عارفين الراس مين ولا احنا عارفين الأطراف مين، فضفاضة أو غير خاضعة لسلطة مركزية. في تحديات السياسة كانت أقل تعقيدا في الحرب الباردة، بينما هي أكثر تعقيدا في الحرب على العالم الإسلامي. أنا هكتفي الحقيقة بهذا القدر من التصفيق والإعجاب،
في هذه الحلقة وأقول يا جماعة بيلدينج مديرية مسلم نتوركس ده تقرير أمني استراتيجي حربي صادر عن مؤسسة ران مقدم إلى الإدارة الأمريكية لتضع بناء عليه خططها للتعامل مع العالم الإسلامي. هذا التقرير يطرح فكرة الحرب على الإسلام والمسلمين كبديل عن الحرب على الشيوعية. هذا التقرير يحاول الاستفادة من خبرات الحرب الباردة ما بين الكتلة الأمريكية الغربية ومن الكتلة الشيوعية، بيحاول يستفيد من هذه الدروس لينقل نفس التجربة إلى الحرب مع العالم الإسلامي. هذا التقرير يضع معاييره الخاصة، ليست بالضرورة أنها ترضيك أو تتفق مع توجهاتك وقيمك. فهذا التقرير يضع معايير للتشدد والإرهاب والتطرف، ومعايير للاعتدال لا تتفق مع أفكارك ولا تتفق مع دينك، إنما تتفق مع القيم الليبرالية والقيم العلمانية الغربية، وبالتالي هي غير ملزمة لك أنت، فلا تنخدع بمثل هذه المصطلحات. وأخيرا، الاعتدال عندهم هو تدين وفاء سلطان، وهو تدين أدونيس، وهو تدين حمد عبد الصمد. نختم يا جماعة بمجموعة من التصريحات اللي الحقيقة بتلفت نظرنا إلى إن الكلام ده يا جماعة زي ما هو معلن في مجتمعاتهم، هناك بعض النخبة والمثقفين في مجتمعاتنا تدركها تماما، إلا أنها تخشى من مواجهة مثل هذه الحملات ضد الإسلام والمسلمين. فمثلا ليه العداء للإسلام؟ العداء للإسلام حقيقة نعيشها، وسببها أن هذا الدين هو الصخرة الوحيدة التي تتحطم عليها طموحات الاستعمار العالمي الجديد أو ما يسمى بالنظام العالمي الجديد في فرض سيادته على البلاد والعباد شرقا وغربا. أنا أقول ده شيخ الأزهر وراجل عنده ميول دينية وعايش في عقلية العصور الوسطى وعايش في خرافة المؤامرة. طيب ادي الأستاذ فهمي هويدي وهو صحفي مصري ليبرالي محترم، إن اتفق معاه نختلف معاه، بيقول وافق تماما على أن حملة العداء للمسلمين يقودها نفر من المتطرفين، بمعنى إن في الغرب يا جماعة ناس معتدلين وينظروا إلى العالم الإسلامي نظرة معتدلة محترمة، وبالتالي اللي يقود مثل هذه المؤامرات في العالم الغربي هم مجموعة من المتطرفين، وأن في العالم الغربي آخرين أكثر حصافة وتعقلا، لكن الحاصل أن صوت المتطرفين هو الأعلى. الحقيقة أنا أذكر حضراتكم الحلقة دي يا جماعة موجودة عندي على القناة، الحلقة دي هي موجودة عندنا على القناة، اسمها خرافة المؤامرة على الإسلام والمسلمين. كنت جبت لحضراتكم فيها فضيحة من العيار الثقيل، وزارة الخارجية الأمريكية تعلن عن منح دراسية لدراسة الإلحاد ودراسة كيفية نشره في مجتمعات الشرق الأوسط، والمنح موجهة للطلاب من مجتمع الشرق الأوسط. هتبص حضرتك في الحلقة ده من بعد الدقيقة 5 واسمع. ده معناه ايه يا جماعة؟ ده معناه ببساطة زي ما قلنا قبل كده ان الكلام بجد، الناس دي مش بتلعب ولا بتهزر. اذا الخارجية الامريكية ما بتاخدش كلام دراسات مؤسسة راند على محمل الهجص، لا دي بتاخدها بجد. طيب لو نزلت تاني برضو في صندوق الوصف هتلاقي حلقة تانية انا عاملها لك على القناة هنا، لمين؟ لعمنا مجدي الجلاد. عمنا مجدي الجلاد كان طلع في حلقة عجيبة قوي، طلع في حلقة عجيبة وقال يا جماعة أنا طلع أعترف لكم اعتراف خطير جدا. إيه يا عم مجدي؟ أنا أعترف أن في مصر تنظيم لا ديني علماني ممول وله قيادات. أي والله العظيم هتلاقي في الحلقة ده، الحلقة دي اسمها التنظيم السري للعلمانيين واللادينيين المصريين، ورحت كاتب كده ما بين قوسين إبراهيم عيسى شهادة من الداخل.
ده مين يا عم اللي عامل الحلقة دي؟ ده عمنا مجدي الجلاد، وعلى رأس التنظيم ده كان جمال البنا بقى، وعمك إبراهيم عيسى، وعمك خالد وفاطمة نعوت والشلة دي كلها. اسمع الحلقة دي هتستمتع بيها قوي. ده لتعلم أن المشروع يدار على قدم وساق. يعني الكلام ده يا جماعة مش كلام للقراءة في الكتب، ده مشروع بتطبق وبتنفذ في بلادنا. ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أؤكد لحضراتكم أن أحمد عبد الماهر لن يسجن يوما واحدا. أين الإشكال؟ هو الجانب التشريعي والجانب القانوني، الجانب القانوني والجانب التشريعي المتعلق بتأطير المجتمع، المتعلق بتأطير العلاقات الحقوقية بين أفراد المجتمع. بناء على حرب ما بينها وبين دولة معاشية، إنما أستغرق الأسير أو أسبي الأسيرة، هذا يخالف أصلا نص الشرع الإسلامي. ليه يا جماعة؟ لأن الله شرط السنين ومئات السنين تجمع في الجبال هؤلاء الصعاليك حتى تحولوا من مجرد مطاليق وصعاليك إلى قبائل كاملة تسكن آراء المذاهب الأفراد. وزودت كمان وكان عندي قوانين مبدئيا الكهرباء اتكلمت، وحتى كان عندي قوانين ما تجيش في نفس الخط. كالعاده احنا مع اثنين من كبار العقلاء او من كبار العقول، مع الدكتور علي عز الدين بيتش، ومع هيئه معينه نشا عليها ويفسر بهذه الهيئه ما اعنيه انا بكلمه التصوف.